السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كنافة بالقشطة الكدابة. معانا حوالي نص كيلو كنافة، معانا سكر بودرة، معانا كوباية سمنة متسيحة، ومعانا قشطة، دي قشطة لبن هنحطها على اللبن عشان نعمل بيها القشطة الكدابة. يلا بقى نبدأ مع بعض ونشوف الكنافة هتتعمل ازاي. نقول بسم الله كده، حاطه نص كيلو لبن على النار اهوت، هو غلى خلاص بس هسيبه لسه على النار. هحط عليه 3 معالق كبار نشا متدوبين في ميه ساقعه اهيت، هحط عليه رشه فانيليا وابدا اقلب كويس جدا لحد ما يديني قوام المهلبيه، وهحط كمان القشطه بتاعه اللبن اللي انا قلت لكم عليها ديت، دول 2 معلقة كبار قشطه لبن. القشطه اللي على وش اللبن هتدي لها طعم حلو قوي اهو يا جماعه. نبدا نقلب لحد ما تدي قوام مهلبيه. انا دي مش هحط عليها سكر عشان ما تصفرش، انا عايزاها بيضه كده وحلوه، لو حطيت عليها سكر هتصفر فمش هنحط عليها سكر، وكده كده الكنافه فيها سكر، وهنحط كمان على الكنافه سكر بودره والشربات، فكده يعني بلاش تحط سكر على دي. بصي يا جماعه هي تقلت اهي، بقت جميله قوي اهي، هنسيبها تبرد بقى ونرجع نكمل الكنافة. رجعنا تاني للكنافة، هنبدأ مع بعض. انا جبت بس الصينية ديت عشان تبقى واسعة واحط فيها. هنبدأ نحط السكر على الكنافة كده اهوت. الكنافة دي كانت عندي في الفريزر وانا قطعتها صغير خالص كده، السكر ده عشان يخليها تلزق في بعض وتبقى حلوة. اللي عايز يحط سكر عادي يحط يا جماعة، ممكن عادي. هنبدأ بقى نحط السمنة على الكنافة، نحط حبة كده اهوت، نحط عليهم حبة سمنة. نغرقها بالسمنة كده، الكنافة تحب السمنة وتحب تبقى ايه كده يعني. انا في الاخر خالص هعملها، هقلبها خالص في الكنافة في السمنة. هقلبها خالص في السمنة واخليها تشرب السمنة كلها وارجع لكم. انا قلبتها كويس جدا في السمنة اهي، بصوا يا جماعة كلها شاربة سمنة هي وجميلة قوي. هبدأ اعمل ايه بقى؟ هبدأ ادهن الصينية سمنة كده هو. انا مشغله الفرن من اول ما بدات على درجه حراره 200 اهو يا جماعه. انا دهنت الصينيه كويس قوي، هبدا احط الكنافه بتاعتي واضغط اضغط قوي كده. انا حطيت الكنافه في الصينيه كلها، بس مهما ضغطت مش هعرف اضغط قوي، فانا جبت الصينيه الاصغر منها وهبدا اضغط جامد كده هو. هي مضغوطة جامد اهيت وكويسة جدا. هبدأ بقى احط المهلبية اللي هما بيقولوا عليها القشطة الكدابة ديت،
اهو يا جماعة هفرشها كويس جدا كدهوت، بس هحاول اخلي مسافة صغيرة جدا ما بين الصينية وما بين القشطة علشان ما تتحرقش. عندي شوية زبيب على جوز الهند على فول سوداني، هبدأ اوزعهم كده اهوت. حطيت عليهم حبة سكر عشان يلزقوا في الكنافة، هبدأ بقى احط بقية الكنافة على الوش كده اهوت، افردها كويس. ورجعت لكم تاني يا جماعة، هو طلعت الكنافة من الفرن، خدت وش من ورا ومن قدام، هحط عليها بقى الشربات. الشربات ده انا كنت عاملاه في التلاجة. ورجعت لكم تاني يا جماعة، هو الكنافة طلعت من الفرن، خدت وش من فوق ومن تحت، وقلبتها تاني على وشها. هو انا عندي شربات ساقع جايباه من التلاجة، انا عاملاه شربات الكنافة يا جماعة، ولا بيبقى خفيف قوي ولا تقيل قوي. لو تقيل قوي الكنافة هتنشف، لو خفيف قوي الكنافة هتبقى طرية زيادة عن اللزوم. هنبدأ نسقيها بقى وهي ساقعة وهي سخنة كده بالشربات اهو. معلش يا جماعة، هو في نص الفيديو فيه لخبطة كده، الكلام جاي قبل الصورة، فمعلش يعني استحملونا يعني، بس هي الصورة واضحة جدا يعني. ومعلش برضو الست حبيبة عاملة قلق، بتلاقي اختها عشان تسكت ما تعيطش. اهي يا جماعة هتبدأ تشرب الشربات، لما تشرب الشربات هوريها لكم بقى. ورجعت لكم تاني يا جماعة، اهي الكنافة شربت الشربات على الاخر وبقت جميلة. عايزة اقول لكم راحتها حلوة قوي وجميلة، جربوها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناة. يلا يا جماعة، مع السلامة.